تأكد غياب أحمد جمعة مهاجم فريق المصري بورسعيدي عن مباراة فريقه القادمة أمام الإنتاج الحربي بالجولة 18 من مسابقة الدوري العام، وذلك بسبب حصولها على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الأهلي. وتلقى جمعة الإنذار الثالث بسبب الخشونة الزائدة مع سعد سمير مدافع الأهلي، ومن المنتظر أن يدفع حسام حسن المدير الفني للمصري بعبد اللطيف جريندو أو محمد ماجد أونش في خط الهجوم لتعويض جمعة الذي يأتي على صدارة هداف الفريق بأربعة أهداف.